القطاع ديال الحفلات والمناسبات كيشغل لي دي جي، كيشغل المصورين، النقافات، ارباب القاعات، الممونين، عساوة، هاد الشريحة كاملة الى جينا نعدوها او نحصيوها كنلقاو على الاقل واحد جوج المليون شخص كيعيش مع هاد المهنة. نتوما كتعرفوا بان هاد المهنة وفي ظل هاد الجائحة ديال الوباء توقفت تقريبا دابا طالعة في عام. احنا كنشوفوا المعاناة ديال المهنيين في هذا القطاع، هذا التوقف. كانت لينا احنا كجمعيات ولا كهيئات ولا كفيدراليات في مدينة مكناس اننا راسلنا جميع الجهات على اساس انهم يصرحوا لنا ولو ب 50% باش نستأنفوا العمل ديالنا، الا اننا كهيئات وكفيدراليات كنتفاجئ ان ما كاينش واحد الرد اللي هو غادي يكون صريح عند الحكومه كما وعدتنا من قبل في اللقاء ديالها في مدينه الرباط. حنا كما كنعرفوا المهنيين المعاناه ديالهم اللي عرفها المغرب كله تقريبا، معاناه ديال الكلى، ديال التطبيب، ديال المصاريف، ديال تقريبا ديال كل شيء. نتمنى من الله من الجهات المسؤوله انها تصغالينا وتسمعنا. وكرساله وكنداء كنوجهوه للحكومه وكنوجهوه للوزارات المعنيه انها تشوف من حال هاد المهنيين وتشوف من حال هاد القطاع، لان كما كنقولوا حنا الناس وصلت بهم الجدر، الناس باعت حوايجها، باعت ماتريالها، تفرقات على والديها وتفرقات على ولادها. أنا الأوان أنهم يشوفوا لنا حلول، وحلول اللي هي تكون معقولة وواقعية وناجعة باش نستأنفوا العمل ديالنا.